ائتوني بما ينفع الناس أعطيكم سنده من الكتاب والسنة. كان الإمام والمقام سيد في وسط الأئمة، زاني الكلام والعلام، صاحب إرادة وهمة. كان الإمام والمقام سيد في وسط الأئمة، زاني الكلام والعلام، صاحب إرادة وهمة. وزودوا الإسلام سلام وعزة طلع بأمة، ورفعنا بيه الهام. همام فارس بجبة وعمة، وزودوا الإسلام سلام وعزة طلع بأمة، ورفعنا بيه الهام. همام فارس بجبة وعمة، زاني الكلام والعلام، صاحب إرادة وهمة. كان الإمام والمقام سيد في وسط الأئمة، زاني الكلام والعلام، صاحب إرادة وهمة. العبر في السير والمبتدا والخبر، والأزهر اللي ازدهر برجاله يا مراغي، برجاله يا مراغي، برجاله يا مراغي. البلد كلها مكبراك، واللي بتقول عليه بيمشي على الكل إلا على أبوك وحماك، برضه بيعملوا لك حساب. أنا جيت المراغة النهارده عشان أشوف ابني. يعني أنا ما أعرفش رستم أفندي هيقول إيه، أنتوا أصل بينكم القضايا شغالة. وعلى كل حال أنا برضه هكلمه. القضايا خليها زي ما هي، وهي المحكمة هتحكم فيها، بس أنا عايز أشوف ابني النهارده. النهارده؟ لا، الموضوع ده عايز أخد ورد. أصل القرطة بتاعتي اتنقلت السودان، وأنا هسافر بعد كام يوم. إيه السودان؟ ايوه، عشان كده نفسي اشوف ابني قبل ما امشي. حد عارف الوجوه هتتقابل تاني ولا لا؟ ان شاء الله تروح وترجع بالسلامه، وانا من ناحيتي هعمل كل اللي اقدر عليه. يشوف ابنه؟ ده لما يشوف حلبة ودنه. ما هو من حقه يشوفه بالمحكمه. لو جاب حكم، وحتى لو خد حكم المحكمه، انا ههرب الولد في اي حته. المسامح كريم يا سيدي رستم. اسكت انتي. افتكر دلوقتي ان ليه ابن كان فين من زمان. ما هو بيقول يابا انه كان مسافر السودان السودان مروحة للمراجعة. ليه بس كده يابا؟ ليه؟ حتى ولو عشان خاطر حسين، ولما هعرف ان ليه ابن عندنا يوم يبهدلنا في المحاكم. سعد ملوش دعوة. ملوش دعوة ازاي؟ ده هو وابوه متفقين، وهو بيدافع عن ابوه وشايف ان اللي عمله صح. دول مبالغين فيا النيابة. طب هو وابوه غلطانين، الواد ذنبه ايه؟ يعني الواد لا يشوف ابوه ولا ابوه يشوفه؟ مش ده سعد اللي من يوم ما اتجوزتيه وانت شاكيه باكيه منه؟ حلي دلوقتي. لا حلي ولا حاجه، وبعدين مش عشاني، عشان الولد انا هربيه احسن تربيه، وهكتب لك انت وهو كل حاجه عندي. عايزه ايه تاني؟ هعوز ايه ولا حاجه، اعمل اللي انت عايزه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل اتفضل يا شيخ دهموش، اتفضل. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضل. اجيب لك قهوه ولا كوبايه شاي؟ هو لازم قهوه ولا شاي؟ هات لنا يا اخي مشروب شرعي، جنزبيل يا شيخ فتوح. حاضر يا سيدي. هات لنا يا ابني 2 جنزبيل. ماشي. ولو اني ما كنتش عايز اشرب عندك حاجه. ليه يا شيخ دهموش؟ زعلان مني ولا ايه؟ بقى يا راجل توافق الشيخ محمد عبده وتدي العالميه لمحمد المراغي. الحقيقه حسيت ان اجابته موفقه ودارس القديم والجديد. محمد المراغي ليه كام سنه في الحلقه بتاعتي، وبعدين القديم اللي حافظه ده غطى بيستر به نيته. محمد المراغي منى عينه يحول الازهر لجامعه اكسفورد وبكره يعملها. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا شيخ دهموش؟ هو الكلام اللي انا متاكد منه يا شيخ فتوح. تقوم انت تديله العالميه وتمكنه انه يدرس في الازهر ويحقق اللي في دماغه. بس ده حافظ كتب التراث وفاهمها كويس. يا مولانا هو التراث ده في اللسان ولا في القلب؟ محمد عبده لعبها كويس وخلى اللجنه تعوم على عوم وانت اولهم. بس انت عارف الشيخ محمد عبده ده ما ينزليش من زور، بس بقول يعني ياخد له يومين ويعدي. ياما ورد على الازهر ناس زيه ما عملوش حاجه. محمد عبده مش هياخد يومين ويعدي، لا ده مرتبها كويس. قبل ما يمشي هيكون رجالته ماسكين الازهر ومكملين اللي هو عايزه. عشان كده خلى محمد المراغي قدم على العالميه قبل ميعاده. انت شفته كان بيدافع عنه ازاي في المناقشه؟ يا ريتك قلت لي الكلام ده من بدري. بس هنعمل ايه دلوقتي؟ محمد عبده مرتب رجالته اللي زي المراغي وغير المراغي، واحنا ولا هنا. وانا بقول لك كلها كام سنه والقدام دول يروحوا لحالهم ويمسك الازهر الرجاله بتوعه. طب واحنا ليه ما نجهزش رجاله يحافظوا على الازهر بعدنا، يكونوا زينا واكتر مننا كمان؟ زي ما هو بيختار على هواه نختار احنا اللي يشيلوا الامانه بعدنا. شوف يا شيخ فتوح، الشيخ محمد عبده كل ما يزق واحد من رجالته نزق احنا 2 3 من ولادنا. بس لازم نختارهم كويس، لأن الشبان الجداد بتوع اليومين دول ملوعين ومحدش يقدر يعرف اللي جواهم. يعني مش هنلاقي حد عندك في الحلقة ولا عندي نساعده ونقف جنبه عشان يشيل الأمانة بعدنا في المستقبل؟ هنلاقي، بس المهم نختبرهم قبل ما نحط ثقتنا فيهم. أمال فين بقية العيال؟ بيستلموا الجراية بتاعتهم، أصل المتعهد جه النهارده متأخر. اهو ربنا هيتوب علينا من الجرايه دي قريب. هانت النهارده هنتكلم عن الفصل الخامس من الباب السادس في معلش يا مولانا، ايه حكايه الجرايه؟ فضيلتك بتقول ان ربنا هيتوب علينا منها، هيتوب ازاي يعني؟ انتوا ما دريتوش بالتطوير الجديد؟ تطوير ايه يا مولانا؟ مش هيبقى فيه جرايه في الازهر. امال هناكل ايه؟ هيعملوا في الازهر ريستوران تاكلوا فيه وجبه كل يوم. ريستوران؟ هناكل ريستوران؟ يا ولا ريستوران يعني مطعم بالافرنجيه، اصل المتعهد بتاعه خواجه. والفرنجه ايه اللي هيدخلهم الازهر؟ يا ولا ده مطعم هيقدم لكم اكل عمركم ما اكلتوه ولا سمعتوا عنه. لحمه كل اسبوع، لحمه افرنجي. افرنجي؟ لا يا مولانا، احنا عايزين اللحمه المدهنينه بتاعتنا. بس بيقولوا على اللحمه حلوه قوي يا ولد، مش احسن من الجرايه؟ وهيدوا لكل واحد كام رغيف؟ بيقولوا رغيف واحد. طب ما يخلوهم اتنين. لا اتنين ولا تلاتة، أنا كفاية علام لحد كده. يقعد يا عم منعم في إيه؟ مش كفاية يدخلوا حنفيات المية بدل القلل، كمان هيدخلوا الريستوران بدل الجراية. يا واد مش لازم يبقى فيه تطوير؟ أنا سايب بلدنا عشان أتعلم شرع ربنا، مش عشان أخالف شرع ربنا. وتخالفوا في إيه يا عم منعم؟ ما هو لما يبقى ريستوران ويمسكوه خواجات، إيش ضمني إن هم ما يحطوش في الأكل لحم خنزير؟ لا ما هو أكيد الأزهر هيبقى مشرف عليهم. ومش بعيد كمان يدخلوا المنكر نشربه مع الأكل. أنا يوم ما الريستوران ده يدخل الأزهر يوم ما أرجع البلد، واللي يقعد بقى هو اللي يشيل وزره. مش هيحصل يا عبد المنعم، مش هيحصل، وأنت مش هتسافر بلدكم. أنا هتني وراك لحد ما تكمل وتاخد العالمية زي صاحبك محمد المراغي. واحنا يا مولانا احنا مش عايزين حاجه، احنا عايزين الجرايه تتنها زي ما هي يا مولانا. تقعد انت وهو عين في الجنه وعين في النار. لا انا عايز اللي ماشي دغري، اللي عارف سكته. جاء ترتيبك الاول على كل الناجحين في العالميه هذا العام، بس كان نفسي اخدها بالمرتبه الاولى. المرتبه الاولى لابد لها من موافقه الممتحنين السبعه، فاذا اعترض احدهم جاء منحها بالمرتبة الثانية كما تنص اللائحة. قدر الله وما شاء فعل. تعرف أنا كمان حصلت على العالمية بالمرتبة الثانية. فضيلتك؟ اعترض أحد الممتحنين كما حدث معي. ده كده أبقى أنا كويس قوي. ده لو ادوها لي بالمرتبة الأولى هقول لهم لأ، أنا عايز أبقى زي فضيلتك في كل حاجة. بودي أن أسألك، وقد حصلت على أعلى الشهادات بالأزهر، ما مفهومك للعلم؟ العلم هو أن تعرف بعض الشيء عن كل شيء، أو أن تعرف كل شيء عن بعض الشيء، وهناك تعريف آخر للعلم. دعك من هذه الفزلكة، سأعطيك تعريفا للعلم أرجو أن لا يغيب عنك طوال حياتك. العلم هو ما ينفعك وينفع الناس، إذا لم ينتفع الناس بعلمك فلست عالما. كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يدعو ربه فيقول: أعوذ بك من علم لا ينفع. أفادكم الله ومولانا. العلم الذي لا ينفع حجة عليك وليس حجة لك. إن شاء الله أنا هعمل بالنصيحة دي أول ما ابتدي التدريس في الأزهر. عندما تعود للأزهر معلما لا تكن كالساقية التي تأخذ من البحر وتصب في البحر، وإنما عليك أن تضيف الجديد. إن شاء الله سوف أضع لنفسي منهجا مختلفا للتدريس. نحن بحاجة إلى رسل بين القديم والحديث ليخرجوا القديم في صورة عصرية يفهمها الناس. ده اللي أنا ناوي عليه. وعليك دائما في دروسك أن تفض الخلاف بين الدين والحياة، فالإسلام صالح لكل زمان ومكان، والدين هادف لسعادة الإنسان وتقدمه، فلا تناقض بينهما. سوف نتحدث اليوم بمشيئة الله في موضوع كثر النقاش حوله، لأنه موضوع حيوي. على مين المسحومة دي يا محسن؟ الشيخ المراغي. محمد المراغي؟ ما هو دلوقتي بيدرس في الجامع، والعالم دي كلها جاية تسمع له. يا عبد المنعم الغربال الجديد له شهادة يا سيدنا. طب تعالوا نسمعه شو بيقول ايه. انت يا مولانا هتقعد تسمع له في الحلقة بتاعته؟ ما يصحش. نروح يا مولانا، يمكن ربنا يهديه على ايديه. تعال. لذلك لابد أن نعمل على فضل الاشتباك بين الدين والحياة. مولانا الشيخ دهموش، زي ما أنت احنا جايين نسمعك. ما هو أنت دلوقتي المثال اللي بناخد منه. العفو يا سيدنا، العفو. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. غفر الله لنا ولك. نعود إلى ما كنا نتحدث فيه. كنا نقول لابد من فضل الاشتباك بين الدين والحياة، فالدين أداة لسعادة الإنسان وتقدمه. علينا أن نجتهد في فهم نصوص الكتاب والسنة لنوائم بينها وبين حركة الحياة. صدقت يا مراغي، صدقت. علينا أن نغير النصوص لتسمح بشرب الخمر في المحلات العامة. علينا أن نغير النصوص لتسمح بالبغاء في حي الأزبكية. علينا كل ما هو قطعي في الدين يا سيدنا لا مجال للمساس به، لأنه قطعا جاء لصالح المجتمع، وإنما نقصد المسائل القابلة للاجتهاد. الاجتهاد خلص خلاص، ولا الأئمة الأربعة مش عاجبينك؟ جزاهم الله عنا كل خير، ولكن يا سيدنا كلهم تزامنوا في عصر واحد مضى عليه قرابة 1000 عام، ظهر فيها الكثير من المستجدات والإنجازات، مما يفرض علينا أن نعيد النظر في المسائل القابلة للاجتهاد. فكل ما ينفع الناس له سنده في الكتاب والسنة. طيب يا سيدي، أعانك الله. إن الإسلام دين قوي متجدد، ومن هنا فإنه يصلح لكل زمان ومكان، ولا يمكن أن يخاصم منجزات العصر الحديث التي جاء بها العلم لخير الإنسان وتقدمه. العوض على الله في الأزهر يا عبد المنعم، العوض على الله. يا مولانا، الطلاب اللي بيسمعوا مش داخل الكلام في دماغهم. الدوي على الودان أمر من السحر يا عبد المنعم. ادعوا الله أن يبعد عن الأزهر كل من يتربص به. يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. بارك الله فيك يا محمد، إني أنتظر منك خيرا كثيرا. أسأل الله أن يصدق ظنك. عليك أن تحدد هدفك وتسعى إليه وتركز عليه حتى لا تشتت جهدك في مجالات عدة. هدفي يا مولانا هو الإصلاح. هذا لا يكفي هدفا، عليك أن تحدد أي جوانب الإصلاح التي تبدأ بها، فإذا انتهيت منها انتقلت إلى غيرها. شؤون الأسرة ومشكلات الزواج هذا أكثر ما يشغلني. هذا أفضل ما تبدأ به، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. يا فضيلة الإمام، أنا حاسس إن في ظلم كبير واقع على المرأة باسم الدين، وفساد كبير باسم الشرع. أنا كل ما أروح البلد عندنا أسمع مآسي عن زوجات ومظالم بيرتكبها الأزواج، والغريب أن كل واحد بيبرر أفعاله بشرع الله. شرع الله والعدل والحكمة، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، هو سبحانه أحكم الحاكمين. إنما يقع الظلم والفساد نتيجة للفهم الخاطئ لأحكام الدين. أسمع في بلدنا يا مولانا عن راجل كبير متجوز 3، ومع ذلك بيدور على الرابعة عشان يكمل النصاب زي ما بيقول. تعدد الزوجات مشكلة أساء الناس فهمها. وهنا في مصر فيه ناس يستحلوا الزنا ويستروه بحكاية الزواج العرفي. بعض هذه المشكلات التي تتحدث عنها سوف أتناولها غدا في درس التفسير إن شاء الله. أعرف أن موعد الدرس يصادف موعد درسك في الجامع الأزهر. أعتذر عن حلقتي حتى لا يفوتني درسك هذا. من أراد أن يكون معلما عليه أن يطلب العلم قبل أن يعطيه. يقول الله تعالى في سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذه الآية الكريمة أسقط البعض أولها وأسقط آخرها، واكتفى بأن يأخذ منها فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا يخل بالمعنى، كمن يقرأ ولا تقربوا الصلاة ولا يستكمل الآية. الآيات كما يقول الشيخ محمد المراغي متكاملة ومترابطة، وأول الآيات التي نحن بصددها قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. فالرجل الذي يتولى أمور اليتامى ويرعى مصالحهم كان يتحرج من الدخول عليهم ومخالطتهم، فربما كان في أسرهم من تصلح للزواج ويخاف على نفسه الفتنة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه هذا الحرج ويسمح له بالزواج مرة أخرى حتى لا تتأثر مصالح اليتامى التي يرعاها هذا الرجل. وهكذا يجمع الرجل بين رعاية مصلحة اليتامى وبين وقاية نفسه ووقاية غيره من عوامل السوء والفتنة. هذا هو أساس الرخصة في تعدد الزوجات، ويلحق بها ما يماثلها من ضرورات قاضية أو ظروف قاهرة تفرض على الرجل زوجة ثانية، ولكن هذا التعدد الذي توجبه الظروف القاهرة ليس مطلقا، ولكنه مشروط بالعدل بين الزوجات، وهو أمر صعب شديد الصعوبة. ومن هنا نقول إن الأصل في الزواج هو عدم التعدد، وإنما يكون التعدد في حدود ضيقة. يا مولانا، البعض يتساءل، كلنا نعرف أنه في زمن البعثة وما بعدها كان تعدد الزوجات مباحاً وشائعاً، فلما نحصره اليوم ونحد منه؟ في زمن البعثة وما بعدها كان المجتمع يسمح بهذا التعدد ولا يجد ضرراً فيه، ولكننا اليوم نسمع ونقرأ عن كثير من الرزايا والمصائب الناتجة عن تعدد الزوجات. فالزوجة تغري الرجل بهضم حقوق ولده من غيرها، وتشتعل العداوة والبغضاء بين زوجات وأبناء الرجل الواحد حتى تصل إلى القتل كما هو ثابت في المحاكم. كأنك يا مولانا لا تعطي أحكام الدين الثبوت والاستقرار وتجعلها متغيرة تبعاً للظروف والأحوال. إنما أنزل الدين لمصلحة الناس، ومن أصوله منع الضرر والضرار، ومن قواعده أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، فما بالنا إذا كانت المنفعة مجرد شهوة عارضة تدفعها الرغبة في مجرد التمتع بأكثر من امرأة واحدة. هلا حدثتنا يا إمام عن مشكلات الزواج العرفي التي شاعت هذا الزمان والتي ترتبط أو لا ترتبط بتعدد الزوجات؟ الزواج العرفي الذي نسمع به الآن أمر لا يرتضيه شرع أو دين. كيف يا إمام؟ ألم يكن الزواج العرفي هو وحده السائدة في زمان البعثة وبعده بمئات المئات من السنين؟ الزواج العرفي الذي كان سائداً قبل قانون توثيق الزواج لم يكن اتفاقاً سرياً بين رجل وامرأة وشاهدين يتكتمان الأمر، ولكنه كان زواجاً معلناً أمام المجتمع كله وإن لم يوثق بالكتابة. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. وجعل الزواج في المساجد مقصود به الإعلان، لأن المساجد هي المجامع العامة للناس، وكذلك مسألة ضرب الدفوف. إذا فرضنا زواجاً عرفياً تم إعلانه على النحو الذي تحدثت عنه فضيلتكم، أيكون صحيحاً لا غبار عليه؟ بل عليه غبار المخالفة للمصلحة التي رآها ولي الأمر في توثيق الزواج، وعليه غبار الخوف من ضياع حقوق الزوجة والأولاد التي يحققها توثيق العقود. نحن نعيش مجتمعاً له ضوابطه ومصالحه، وحيث تكون المصلحة فثم شرع الله. انت ايه بس اللي بتعمله ده؟ عايزة حاجة؟ عايزة اتكلم معاك، مش لاقياك طول النهار. طب فاضل لي كلمتين وافضلك. وايه لزوم التعب ده؟ كل ليلة على كده. شريفة، أنا نذرت لله يوم ما دخلت الإسبيتالية إني لو طلعت بالسلامة هكتب المصحف بخط إيدي، وهو ربنا قدرني وبكتب كل يوم صفحتين. ما أنا عارفة، بس يعني المصاحف المطبوعة ما هي موجودة، هيبقى يعني خط إيدك أحسن من المطبعة؟ لا مش أحسن ولا حاجة، إنما دي حاجة بعملها لله أقابل بيها ربنا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يعني الإيد دي بقى لما تقابل ربنا يوم القيامة تقول إنها هي اللي كتبت المصحف. ربنا يتقبل منك، وربنا يمد في عمري لحد ما أخلصه. سورة آل عمران. اديني ردت لك يا ستي. ايه بقى طلباتك؟ كنت عايزه اتكلم معاك على محمد. ماله محمد؟ مش انا الاوان بقى انه يتجوز؟ والله فعلا ده اللي انا بفكر فيه. لو كنت سمعت كلامي كنا خدنا كوثر، اهي لا نفعتنا ولا نفعت نفسها. البنت يا حبه عيني متجوزه ومش متجوزه. يعني كنا هنحجزها ده كله لحد ما ياخد الشهاده؟ يلا خلاص اللي فات فات. المهم محمد لازم يتجوز، ما يستناش اكتر من كده. هو قال لي انه هيجي قريب بعد ما يرتب حاله في الازهر، ولما يجي نشوفه عايز ايه. هي دي عايزه سؤال؟ احنا ندور على عروسه مناسبه ليه وبعدين لما يجي هو يشوفها. نستنى، تطولي بالك لغايه ما يجي ونعرف رايه. يا شيخ مصطفى، يعني انت ما نفسكش تشوف ولاد محمد يتنططوا كده حواليك ويقولوا لك يا سيدي؟ يا سلام، حد يكره حاجه زي دي؟ بس الامور دي تتاخد بالراحه. ادعي انت بس ربنا يوفقنا لبنت الحلال. والله فكره، اما اسال ام الخير يمكن يكون قدامها حد كويس. مين ام الخير دي؟ الخطبه، مش عارفها؟ لا ما تاخديش على كلام الخطبه، ده العرايس والعرسان كلهم عندها ولاد حلال. المهم احنا نتحرى بنفسنا، هي بس تدلنا واحنا بعد كده نشوف بنفسنا. وهكذا فالزوجية سنة من سنن الله في الكون، وهي من سنن الأنبياء وهدي المرسلين، وقد جعل الله فيها السكينة والمودة والرحمة. ويتحدث الإسلام عن الزواج كآية من آيات الله، فيقول سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. ولأهمية الزواج في الإسلام وضع له الإسلام شروطاً وضوابط وقواعد سوف نتناولها بإذن الله في حديثنا القادم. يعني ما قلتوش رأيكم في درس النهارده. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. اللي يسمعك يا أخويا بتدافع عن الجواز بالشكل ده يقول ده متجوز. ما هو بيدافع عن الجواز عشان مش متجوز. بيني وبينكم بقى أنا ناوي أشوف الموضوع ده لما أنزل البلد اليومين الجايين. يا عيني على الغلابة اللي مش طايلين حاجة. بس الغلابة ربنا إداهم الحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وبعدين يا أخويا كلها سنة ولا اتنين وهتتخرج وتشتغل وتتجوز براحتك. سنة ولا اتنين؟ انت فاكر كلهم محمد المراغي؟ ده انا قدامي ولا 5 سنين عقبال ما اخد العالمية. انت بس اعمل اللي عليك وربنا يسهلها. وانت يا نجيب ما تشد حيلك، ولا مش ناوي تتجوز؟ ما انا كنت متجوز، قعدت تقول لي الجوازة دي ما تنفعش لحد ما فضيتها. انا اللي فضيتها ولا انت اللي اقتنعت بكلامي؟ دي محصلة دي. جواز ايوه، لكن جواز عرفي لا، حرام حرام. يا عم انتوا هتحللوا وتحرموا على كيفكم، حرام ليه؟ ما هو لازم تجرب عشان تتعلم. اوعى تجرب، انا لسه العلقه معلمها على جتتي. دلوقتي بقى ما بدهاش يا محمد، مش هترجع المحروسه الا لما تخلص موضوع الجواز. طولي بالك شويه يا شريفه، مش اول ما يدخل كده من الدار للنار. هو الجواز نار برضه يا ابو محمد؟ هي دي اخرتها؟ والله يما انا ما عنديش مانع، بس نلاقي واحده من اصل طيب. الطيبون للطيبات. انا الحمد لله ربنا وفقني العيله ما فيش بعد كده، عيله شهاب الدين بتوع جزيره شندويل. الله، وانت شعرفك ان عندهم بنات للجواز؟ الخطبه ام الخير قالت لي. ورتك صورهم؟ ايه هم دول برضه يدوا صورهم للخطبه؟ دي يا دوب سمعت ان عندهم بنات. والله بنات شهاب الدين دول لا احنا ليهم ولا هم لينا. ليه يا ابو محمد؟ لانهم من الاشراف، يعني منسبين للنبي عليه الصلاه والسلام. والاشراف دول ما يتجوزوش الا من بعضهم علشان الكفاءه بين الزوجين. وهو محمد ابني شويه ده معاه العالميه، وابن الشيخ مصطفى المراغي، هيسالوا عننا ويعرفوا احنا مين. اصل الكفاءه ما هياش فلوس ولا مركز، ده نسب للنبي، احنا هنجيبه منين؟ عليه الصلاه والسلام. ممكن نشوف رايهم يابا؟ والله يا ابني انت عارفني، انا ما احبش احرج نفسي ولا احرج الناس معايا، ما ندور على حد تاني. هو احنا نلاقي زيهم؟ الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول تخيروا لنطفكم فان العرق دساس. خلاص أنا بكرة هبعت حد جزيرة شندويل يحدد معاهم ميعاد وأروح أزورهم. بس يا ريت على طول ياما، أنا الأجازة بتاعتي قصيرة وعايز أخلص موضوع الجواز ده قبل ما أرجع. عيشة عيشة. نعم يا ماما. سيب أنت اللي في إيدك يا حبيبتي وروحي غيري هدومك، البسي الفستان الأخضر بتبقي حلوة فيه. ومين جاي يزورنا يا ماما؟ واحدة ست جاية تزورنا، جوزها من أعيان المراغة ومأذون البلد. عايزة إيه؟ وانا مش عرفني عايزه ايه. روحي سرحي شعرك ووضبي روحك. ليه يا ماما؟ يا بنتي اسمعي الكلام، الست زمانها جايه. انا عرفت، انا مش هقابلها يا ماما، هي جايه تقابل حضرتك. عايزه مني انا ايه يا بنتي؟ دي جايه لوحدها، مفيش معاها رجاله، لازم تقابليها معايا. انا فهمت قصدها. وافرضي جايه تشوفك، انت مش هتتجوزي؟ انت ما بقيتيش صغيره يا عيشه. يا ماما انا بس يا حبيبتي ما تضيعيش الوقت، يلا حبيبتي يلا الله يرضى عليكي. اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي. يزيد فضلك يا عروسه. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. خطبه عزيزه. يعز مقدارك يا اختي. احنا في المراغه نسمع عنكم كتير، ومن كتر الناس ما شكروا فيكم قلت اجي واتعرف. يا اهلا وسهلا. لما العروسه فتحت لي الباب انا قلبي انشرح. هي اسم النبي حارسها اسمها ايه؟ انا زينب واختي اسمها عيشه. ما شاء الله. وانتي الاكبر ولا عيشه؟ عيشه، بينهم 1 سنة. وهي فين عيشه؟ مش هنشوفها؟ زمانها جايه. ما شاء الله. زينب وعيشه على اسماء زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاة والسلام. وماما كمان على اسم بنته السيدة فاطمة. ما شاء الله. تعالي يا عيشة تعالي سلمي على خالتك شريفة. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. انت يا اختي بتجيبي العرايس الحلوين دول ازاي؟ دول اللي طلعت بيهم من الدنيا بعد ابوهم ما مات. ربنا يخليهم لك ويبعت لهم اللي يهنيهم ويسعدهم. وانتي بقى علمك ايه يا عيشه؟ قعدت في المدرسه شويه ولما كبرت ابوهم جاب شيخ الجامع يعلمهم في البيت. عيشه دلوقتي حافظه 7 أجزاء من القران، بس انا لسه ما كملتش الجزء الرابع. بسم الله ما شاء الله. ربنا يقدم اللي فيه الخير ويجعل لنا نصيب. انا خايفه يفوتنا صلاه المغرب. هاتلنا السجاده يا زينب نصليها جماعه. انت متوضيه يا ست شريفه؟ ايوه يا اختي امال. بس هو يعني ينفع نصلي جماعه واحنا ستات كده من غير راجل؟ يجوز، بس الامام يبقى في الصف، ما يتقدمش المصليات. الله اكبر، ما شاء الله، ربنا يفتح عليكي ويزيدك كمان وكمان. الله، انت ما اتكلمتيش معاهم في حاجه، امال كنت رايحه تعملي ايه؟ اشوفهم. ولما عجبوكي ما فتحتيش معاهم الموضوع ليه؟ ما هاني ما كنتش عارفه اتكلم على انهي واحده فيهم، زينب ولا عيشه؟ كنت تتكلمي على عيشه الكبيره طبعا. والصغيره بسم الله ما شاء الله عليها، عجبتني قوي يا محمد. احلى من الكبيره ياما؟ الاتنين حلوين يا ضنايا. ده انا بقيت ابص للكبيره اقول هي دي طلبنا، وارجع ابص للصغيره اقول هي دي اللي تبسطه وتعجبه، وفضلت على الحال ده لحد ما مشيت. ما هم اصح عشان نطلب الصغيره قبل الكبيره. احنا لو عجبنا الصغيره نطلبها ان شاء الله، حتى نستنى لما اختها تتجوز. هي الكبيره مش عاجباكي في ايه؟ انا قلت مش عجباني؟ دي بسم الله ما شاء الله عليها، بتتكلم بالقران وباين عليها الصلاح والتقوى. والصغيره؟ زي اختها. انا الود ودي اطلب الاتنين. اتجوز الاتنين؟ ما ينفعش شرعا. ما ينفعش الجامعة بين اختين. على العموم محمد لما يشوفهم هو ينقي ويختار. محمد يروح على واحده يطلبها، انما على العايم كده ما يصحش. انا على قولك كده ياما ارتاح للكبيره. والصغيره تروح من ايدينا؟ الله، ده طمع بقى. بالك يا ابو محمد، انا جات لي فكره. ايه؟ نطلب الاتنين، عيشه لمحمد والصغيره لاحمد. لا، احمد لما يخلص دار العلوم، ولا انت عايزه تجوزيه وهو تلميذ؟ احنا نتكلم عليها ونحجزها بدل ما تروح مننا. بس احنا لسه ما نعرفش رايهم ايه، مش جايز عايزين يجوزوها لحد من الاشراف اللي زيهم. انا لحد كده بقى وعملت اللي عليا، انت عليك بقى تروح تقابل عمها وتكلمه. معاه العالميه وهو في السن ده، دي اعلى شهاده في الازهر. وسالت عليه في مصر وهنا، من ناحيه سمعته طيبه وعيلته كويسه. واحنا عايزين ايه غير كده؟ انتوا زهقتوا مني؟ مستعجلين على ايه؟ يمكن عيشه لها وجهه نظر تانية، عايزه حد يكون من الاشراف زيها. مش ده السبب، اللي اعرفه ان العالم كفء للشريفه القرشيه. ايه رايك نرتب ميعاد تشوفيه ويشوفك؟ امه بتقول لازم يرجع مصر يوم الجمعه علشان عنده دروس في الازهر. بلاش يشوفها المره دي، نستنى لما يجي المره التانية. طب انت رايح تشوف عروسه، مالي انا؟ تدخلوني في الحكايه دي ليه؟ وانت الطول يا احمد، بس هم يوافقوا، دول من الاشراف. ما قلناش حاجه، بس انا مش عايز اتجوز دلوقتي، مش لما اخد الشهاده. هو انت هتتجوز دلوقتي؟ بس امك لقتها فرصه ناخد الاختين، واحده ليا وواحده ليك. طب مش ياخدوا رايي؟ انا وافقت بدالك. توافق على مراتك؟ اه، مش على مراتي. لما انا وانت ناخد الاختين دي احسن حاجه تربط بينا. الاخوات دلوقتي بيزعلوا مع بعض بسبب الستات بتاعتهم، لما يبقوا اختين مش هيبقى فيه بينا خلاف. طمني، عامل ايه في دار العلوم؟ كويس، اللغه والفقه بيدرسوها بشكل مختلف عن الازهر. طب يلا شد حيلك، كله على الله. وانت هتبتدي دروسك امتى؟ من بكره على طول ان شاء الله، وهركز على مساله الجواز العرفي دي، بقت مشكله في المجتمع ما يتسكتش عليها ابدا. ما انت اتكلمت فيها قبل كده. وانت تبقى لي ايه علشان تقول لي ده فلان دخل وفلان خرج؟ طب انا هبلغ البوليس وهيقفشوه جوه. شلاح يا بوليس، ليه؟ بنتاجر في المخدرات ولا بنتاجر في المخدرات؟ الله، ايه الحكايه يا جماعه؟ في ايه يا نجيب؟ مسخره والاتحاد. بس ما تقولش مسخره، واقف عند حدك يا راجل انت. ايه الحكايه فهمني؟ المعلمه الفولي بتاع البليله امبارح بالليل جالها والنهارده خارج من عندها. استغفر الله العظيم، كده ما يصحش يا ست مفيده. يصح، ما يصحش ليه؟ الله، وهو راجل غريب يدخل عندك برضه؟ يعني احنا خايفين على سمعتك. لا ده مش غريب، المعلم مدبولي جوزي على سنة الله ورسوله. جوزك؟ اتجوزتيه امتى؟ وانت مالك؟ احنا متجوزين يا سي محمد، كتب عليا، وادي الورقة اهي، اتفضل. ده جواز عرفي. اه، جواز حلله ربنا. ربنا ما قالش كده، ربنا ما قالش كده. خدي خدي. خلاص خلاص انا جيت. تعالى نتكلم جوه بلاش فضايح، تعالى. احنا لا يمكن نقبل بالمسخرة دي. ومسخرة ليه؟ مش انت رايك ان الجواز ده شرعي؟ ولا هو شرعي لك ولغيرك لا؟ ما تقولي ده اصله كل ما تعجبه واحده اجيب ورقه واتنين شهود ويتجوزها. وده اللي انت عملته يا نجيب. ولا هو حلال لك وحرام لغيرك؟ ما انت لما قلت لي سيبها سبتها عشان خاطرك. وندمان وكل شويه تقول لي انا سبتها علشان خاطرك. عرفت بقى يا نجيب ان الجواز ده غلط. اقل ما فيها انه بيثير الشبهات ويدي الفرصه للطعن في الاعراض. ده غير انه بيضيع الحقوق. اقتنعت بقى يا نجيب ولا لسه هتقاوح؟ من الناحية الشرعية أيوة، لكن من ناحية المصلحة لا. عمر الشرع ما يبقى في ناحية والمصلحة تبقى في ناحية تانية. ده في فقهاء بيقولوا حيث تكون المصلحة فثم شرع الله. أنت هتفضل ورا العلاقات الأسرية لحد ما الخلق تزهق منك. ومش هسكت عن الموضوع ده لغاية ما أقول فيه كل اللي عندي. يا محمد المجتمع فيه مشاكل تانية كتير، الاحتلال الإنجليزي والخديوي اللي معارض الحياة النيابية والوضع الاقتصادي والناس اللي بتشرب المية بطينها، كل ده محتاج رأي الشرع. أنا متفق معاك إن إحنا عندنا مشكلات سياسية واقتصادية كبيرة وكتيرة، لكن رأيي إن المشكلات الاجتماعية أهم، مش هقول أهم، لكن هي المدخل الحقيقي لحل كل المشكلات التانية. المجتمع المريض مش هيقدر يحل أي مشكلة. أنا في تصوري إن المرض في مجتمعنا ناشئ عن الفهم الخاطئ للدين، وإن العلاج هو عرض مفاهيم الدين الصحيحة. هم ما رضيوش يتكلموا لا في مهر ولا في شبكة، قالوا لي الحاجات دي بتاعتكم انتوا. هم كده الناس الأشراف. كل اللي قالوه لي هم يشوفوا بعض، هي تشوفه وهو يشوفه، وإذا ارتاحوا لبعض نكتب الكتاب على طول. أنت بقى الكلام ده لسه مسافر ما بقالوش شهر. إيه يجي تاني يا ستي؟ إيه؟ هيفضل واخد السكة ياسر رايح جاي أبو نيه. الله، أنت ناعية همه ليه؟ إحنا نبعت له نقول له على كل حاجة وهو يتصرف. الله. أنا خايفة على شغله، ده دلوقتي بيدرس في الأزهر. شغله ده تلاقيه على أبوه وأمه، إنما على عروسته تاني يوم تلاقيه جاي. ما تقولش كده على محمد، هو في زي حنيته. أنا عمري ما تمنيت لنفسي زوجة أحسن من كده. كنت برسم الصورة في خيالي، لقيت الحقيقة أجمل من الخيال. كنت فاكرني وحشة؟ الجمال الحسي ده ربنا يديمه عليكي. أنا قصدي وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. يا ريت أبقى ذات الدين. وما تبقيش ليه؟ ده أنت من الأشراف. ربنا بيقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لبنته فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا، وكان بيقول لبني هاشم لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتجيئون بالأنساب. ما شاء الله ما شاء الله، ده أنت فاهمة جوهر الدين كويس قوي. أنا أتصور إن كل واحد بيحب الرسول عليه الصلاة والسلام وبيعمل بسنته لو نسب معاه وعنده فرصة لشفاعته. ما شاء الله، أنا سعيد قوي وأنا بسمع منك الكلام ده. وكان مجدد